وضع بدائل عن الإنترنت في التقديم للحج، هذا عنوان جاء في ذات الصحيفة. وفي تفاصيله أكد مدير إدارة المعلومات بإدارة الحج والعمرة المهندس أحمد المبارك وضع بدائل للتقديم الإلكتروني لطلبات حج عام 1440 والتي تبدأ بعد غد الاثنين عبر مراكز ثابتة في أمانات الحكومة بالولايات أو أمانات الحكومات بالولايات ومراكز السجل المدني بالمحليات. وقال المبارك حسب سونا إنه تمت الاستعدادات كافة بالتعاون مع إدارة المركز القومي للمعلومات وهيئة الاتصالات ومركز النيل للخدمات الإلكترونية لسد نقص انقطاع الإنترنت في البلاد.